ما لعبناش على فكره بطريقه مستر كوبر يعني، ما لعبتوش طريق كوبر، لا انتوا ما رجعتوش زي كوبر، لا ولا يعني كنتوا عاوزين ما بداتوا. ما هي الفكره كلها ان احنا تاني بدانا، احنا تفتكر كنا اول ما بدانا لعبنا 4 3 3 4 3 3 4 وبتقلب 3 4 3 يعني، وبتقلب ساعه ما بنبني بيبقى 3 ورا وبنبقى 4 3 والكوره حلوه قوي، حلو كانت الكوره حلوه. بدانا تاني 4 2 3 1 علشان دور عبد الله السعيد، وهو كان متخوف من ان احنا نلعب 4 3 3 فدور عبد الله السعيد يقل شويه. هو عارف ان عبد الله السعيد في الجزء الهجومي ممكن يشتغل احسن شويه من الحته الدفاعيه، لانه قال لي ما شفتوش بيلعب 8 خالص، فاحنا هنبدا 4 4 2 3 كان بيلعب 8 على طول مع هو ما شافوش هو ما شافوش كده بيلعب 8، هو كل اللي شافه ويسمع ان عبد الله جمعه وراجع الفيديوهات بتاعت عبد الله السعيد لما كان بيلعب مع المنتخب فبيلعب في نفس الحته، كان عنده تحفظ على فكره، هو كان متحفظ في حاجات كده يعني انا ما كنتش بفهمها قوي، كان عنده تحفظ شديد شويه، حتى انا حتى كنت بتكلم مع تيتو المساعد بتاعه قال لي هو كده، هو راجل يعني دماغه ناشفه شويه، انا اشتغلت معاه بقالي سنتين او يعني، هو بيجي عند حاجات كده انت ما بتفهمهاش لكن خلاص هو صاحب القرار يعني. فالحته دي احنا تاني لعبنا 4 2 3 1، لكن طريقه اللي يمكن طريقه اللعب، سيبك من طريقه اللعب خلينا نتكلم بكل أيوة امانه، الاداء الكابتن انا بكلمك بكل امانه، سيبك من طريقه انت ممكن تلعب باي طريقه، اي طريقه لكن ما عندكش روح ما عندكش قلب في الملعب. السبب يا كابتن، بص انا هاجي لك صراحه، خلينا نبدا بازمات المعسكر. هي الجزء ده انا كنت بدات احسه بعد المباراه الثانيه، المباراه الاولى قلنا انا كنت متوقع ان مشكله افتتاح وبتاع افتتاح والضغوط و بعد المباراه الثانيه لا مش ده منتخب مصر، مش ده منتخب مصر، سيبك من الكوره، مش ده منتخب مصر، انا شايف انا شايف في المعسكر في جو المعسكر مش ده معسكر اللي انا اتربيت عليه، بس اللي انا شايف ان المعسكر ده اللي احنا خدنا بيه بطوله وعشت معسكرات ما خدناش بيها بطوله. مش شايف الاجواء من اولا التزام اللعيبه كان كويس جدا، التزام اللعيبه اللي هو ايه يقعوا في مواعيدهم، لكن كان في عندي تحفظات كتيره جدا جدا على السلبيه واللامبالاه اللي موجوده في المعسكر، ما بيفكروش بشكل ما بيفكروش في الكوره، في حاجات كتير واخداهم تليفونات كتير سيبك ما الا انا كانت قبل، انت بتحس باللعيب، بتحس اللعيب عايش البطوله ولا لا، فانا كنت قلقان جدا من النقطه دي. طب في الحاله دي والحالة مش الجهاز بيتدخل، انا بقى يعني انا ما انا جاي لك في الكلام، انا قلقان جدا. اجتمعت الاول حاجه اجتمعت بمحمدي وقعدت معاك كابتن فرقه، قلت له محمدي لم الفرقه، انا مش عاجبني 1 2 3 4، اللعيبه دي لازم تتشد كويس قوي وتعرف احنا داخلين على ايه، لان انا حاسس ان هم جايين رحله، اللعيبه دي جايه رحله يبقى على دماغنا كلنا. الكلام ده بقول لك بكل امانه مع المحمدي، قال لي يا كابتن خلاص، قلت له لم اللعيبه وكلمه، بعديها ما فيش حاجه بتتغير، كلمت تاني قلت له محمدي كلمت الواد، قال لي كلمته وبتاع، ما حسيتش بشخصيه كابتن الفرقه اللي صوته عالي. كان قرار سيء يا كابتن باختيار المحمدي عدم ضم احمد فتحي، كان خلينا نمشي بس بالراحه، فما حسيتش بقوه انه لا في صوت عالي وفي ناس بتلم، في كابتن فرقه اللي هو كابتن فرقه وقت الشده. فبدات اتكلم، رحت جايب عبد الله السعيد اتكلمت معاه، واتكلمت مع جبت النني، واتكلمت تاني مع احمد محمدي واحمد حجازي ليه مش صلاح ومحمد صلاح كان موجود في اخر قعده يعني، مش قاعده انت عارف بالاول بتكلم مع كل واحد لوحده. حجازي احنا عاملين كده ليه؟ في ايه؟ قول لي ايه اللي بيحصل في الملعب؟ انت الروح عامله كده ليه؟ ما في، فيبدا يقول لي اصل يا كابتن يعني، قلت له لم الفرقه، لغايه ما قعدت معاهم وقلت صلاح نفس الكلام، قلت له محمد صلاح انت نجم كبير، الكلام دوت كان في الملعب، كان المباراه الثالثه ماتش اوغندا، جبت على الخط قلت له محمد شد الفرقه، انتوا ليه عاملين كده؟ ما تشد العيال دي، انت كابتن، انت يعتبر كابتن فريق وانت راجل واسمك موجود. قال لي يا كابتن ماشي، هو نص الملعب بس يعني نمسك نفسنا شويه. قلت له ماشي كلم الناس. لما لقيت الدنيا كده بعد المباراه الثالثه، لا انا قلت مش هسكت، رحت قايل قلت انا بقى اللي هقعد مع اللعيبه، انا اللي هلم العيال دي عشان انا عارف الطريقه والكلام اللي هيطلع مني هيلم العيال دي ازاي. المشكله ان بتحصل ان ممكن جدا المدير الفني يفهمها غلط، ان كابتن هاني رمزي يلم اللعيبه، هو بيتكلم مع لامي من اللعيبه ليه كلهم في اوضه واحده، فايهاب قال لي احسن بلاش لم، هات الناس الكبار واتكلم معاهم، خمسه كبار خمسه كباتن واتكلم معاهم. قلت له يا كابتن انا اتكلمت مع فلان وفلان 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 وشديت عليهم، بس انا مش حاسس، انا حاسس ان في حاجه غلط في الفرقه. و
قبل مباراه جنوب افريقيا بيوم كان الباشمهندس هاني بوريدا كان موجود بيزورنا. رحت واخده على جنب قلت له يا باشمهندس انا حاسس في الموضوع 1 2 3 4. الراجل طبعا راجل اجنبي بيتعامل بطريقه الناس دول ناس بروفيشنال وامتى يركزوا وامتى ما يركزوش والكلام ده انت عارف اللعيب المصري شايف الازمه اللي احنا شايفينها. اه بالظبط. انا بس انا على فكره كلمت الراجل في النقطه دي قلت له اللعيب المصري انا لعيب لو تيجي تقول له حاجه كابتن هاني مثلا يعني قلت له انا لعيب تيجي تقول حاجه اقول لك هاني ذيس از ا بروفيشنال. انا قلت له انا كنت بروفيشنال بس انا لعبت 6 بطولات افريقيا وانا اتعاملت كمدير فني المنتخب الاولمبي وانا عارف طبيعه اللعيب المصري حتى لو لعيب محترف اللعيب المصري ليه مواصفات خاصه لازم يعني تبين غضبك شويه. وعلى فكره عمل قبل مباراه بتاعه اوغندا كان شد عليهم شويه كده لان كنا بنلعب ضربات جزاء بيمرنهم على ضربات الجزاء فاللعيبه كانت بتضحك فشد عليهم شويه فاللعيبه حست فبداوا يلموا نفسهم شويه. فانا قلت له انا عارف اللعيب المصري فهو طبعا يقول لي دول لعيبه بروفيشنال ويعني مدي مساحه. وانا لما اتكلم مع اللعيبه قلت لهم مش معنى المساحه ان الراجل بيديها لك ان انت تستخدم المساحه دي غلط. ده راجل بيتكلم على الناس اللي قبل كده عاشوا معاه. احنا مختلفين يا جماعه والبطوله على ارضنا لازم يكون الروح اعلى من كده ولازم تركيزك اعلى من كده. انا مش عايز نرجع لزمان اقول لك انا هلم الموبايلات منك يعني عيب انتوا لعيبه كبار لو مش هتيجي منك لازم. فدي الجلسات الفرديه اللي كنت بعملها وكنت عايز اجمع الفرقه ان انا اتكلم الكلام دوت للفرقه كلها. فقلت الباشمهندس هاني وكان في الاستاد القاهره قلت له يا باشمهندس انا حاسس الموضوع وحش قوي واحنا شكلنا انت شفت الثلاث ماتشات عاملين ازاي واحنا في 1 2 3 والمعسكر محتاج شده جامده قوي. ساعتها راح نادى لإيهاب لهيطة قال له كلام هاني بيقوله كلام خطر إيهاب يعني يلم اللعيبه. قال له انا متحافظ على ان هو يلم اللعيبه ديت عشان انا عارف ان اجيري مستأذن انت اجيري كابتن هاني. لا بص هو بالنسبه له ان انا هقول له ان انا هاخد اللعيبه في الاوضه اتكلم معاهم دي بالنسبه له محرمات مش صعب مش هيفهمها مش هيفهمها. يقول لك انت هتاخد اللعيبه تتكلم معاها ليه؟ انت المساعد بتاعي. يقول لي انت المساعد بتاعي انت يعني انت مالكش حق انك اختلاف ثقافات. بالظبط. ففي الوقت دوت حتى يعني قلت الباشمهندس لازم يكون في تدخل. انا لو مش هقدر انا هحاول تاني اتكلم مع اللعيبه كل واحد ان شاء الله تجيب كل 3 في الاوضه عندي ونكلمهم عادي اكني يعني يعدوا عليا. فقال لي على العموم انت الكلام ده مهم جدا تقولي وانا على العموم انا هبدا اتكلم مع اللعيبه وهعدي عليكم